صار عندها الحرب بتدمر سوريا كلياتها، نزحنا وخسر أولاد وأربعة، وضاقت الفكرة ببيله يعني إنه اليوم إن استقرينا هون مدينة البيض بدي يشتغل هالشغلة هاي ما عاد يتركها. سوى المعبد، يسوي المعبد هاي وجزع جو وجزع على 24 إنما يسال أولاد صغار أو يسال تدمر أو تدمر وسوريا كلها ما تمسك. لهون يعني قاعد فترة، أرجع حب إنه يشتغل بالشخصي يعني يرجع الوطن يرجع البلد يرجع هاللي حب إنه عيله يشتغل، بس ما قدرنا. هالحز عم يشتغل الحمد وشكر لله. ليش ما قدر ينقل هاي الصورة لبلاده؟ لأنه راحه.